رأى المجلس البلدي أن يرعى هذه الندوة العلمية اليوم. وجه المجلس البلدي تعليماته لبعض الجهات. صدق الله العظيم. بما يخص مواصفات غرف العزل و إيمانهم ولله جنود السماء. أهم الوسائل للتطوير في كان من التزود بالمعلومات القيمة والآراء العلمية للحد من هذا. ويتوب الله السادة المجلس البلدي في بلدية جورة السادة بقطاع التعليم. يجب أن يدخل إلى كائن حي جسم ينقسم في خلايا تنقسم وهو يقوم بمهاجرتها وبالتالي وهو عقيدتنا وهويتنا وتاريخنا العريق. فيما يخص الجانب اللي متعلق باختصاصات المركز، رفع جهوزية المختبرات المرجعية، تفعيل فرق الرصد والتقصي، فرق الاستجابة السريعة، الرقابة الصحية الدولية داخل المنافذ، تم الاستعداد ورفع جهوزية هذه الأعمال بشكل عام، تفعيل برنامج توعية عام من ضمنه طبعا هذه الندوة التوعوية. هذا فيما يخص جانب المركز. الحقيقة الجانب الآخر فيما يخص عملية الحجر والعزل هو اختصاص أصيل لوزارة الصحة، ونأمل أن تكون وزارة الصحة في الموعد وترفع من جهوزية كافة المرافق الصحية في حال لا سمح الله أعلن عن وجود حالة كورونا في ليبيا. الحقيقة أنت ما يخفاش عليك على أنك تأخذ جملة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الوباء، ومنها الحقيقة هذه البداية في إعداد برامج توعوية إرشادية لأبنائنا وأهلنا ومواطنينا والمقيمين داخل بلدية جورة.